إذا هاي إذا متذكرين هاي كانت أول واحدة. واللي هاي generation by هاي call. وهي زي ما شايفين في عنا في ستيم في بويلر heat the water the steam is then pushed into the steam turbine the steam turbine is coupled to the electrical generator. تمام هذا متذكرينه. هلا هون حسب الدوكيمنت اللي عندنا ايش من الديسادفانتجز الرئيسيه للكول؟ ان احد الاشياء انه نون رينيوبل وكمان اضره على البيئه له مضار على البيئه وهو نون رينيوبل الهاي ترانسبورتيشن كوستس. خليني اشوف اذا بقدر اجيب هدول الاشياء نضيفهم هون. اذا هي عندنا اذا شايفين وحده من باريرز دكتور انه وزنه مش خفيف ثقيل وزنه عشان في ترانسبورتيشن الامور هاي. حلو الدنسيتي تبعته الانرجي دنسيتي تبعته منخفضه فهاي احد الديس ادفانتجز تبعت الكول. لسه شايفين الشاشه تبعتها. اذا في الدوكيمنت اللي بعت لكم اياها الثانيه محطوطه الادفانتجز والديس ادفانتجز. خلينا نحط بعض الادفانتجز والديس ادفانتجز الرئيسيه. And the main this pollute environment and contributes to greenhouse emissions. It also has a low energy density. يعني كمية الجولز per كيلوغرام is low. فيعني لو كل كيلوغرام من الفحم بجيبه ما بحصل على نفس السعرات الحرارية أو الطاقة اللي ممكن أحصل عليها مثلا من الأويل فيول مثلا. فهي أحد الديسادفانتجز تبعته. طبعا كمان هو non renewable resource. So renewable resource. It will be soon depleted. راح يخلص بالآخر هذا الريسورس بعد فترة. إذا هاي كمان أحد المشاكل تبعتها. إذا متذكرين لازم كمان هون متذكرين هاي اللي حكينا عنها ستاك تشيمني ستاك أو الستاك اللي موجود هون لازم نضيف سكربرز. إذا كمان هون سكربرز must be installed to reduce the results أو the products of combustion. دكتور ايش عن سكربرز؟ سكربرز؟ سكربرز اللي هي سكربرز اللي هي في جهاز بنحط هون شايف الكيرسر تبعتي وين مأشره؟ يس على رقم 4 على 4 على التوب تبع ستاك. هو جهاز بتركب هلا بعرفش بالضبط كيف بكون شكل الجهاز او طبيعته بس هذا الجهاز بحاول يستخرج بعض النواتج الاحتراق الضاره بالبيئه والضاره بالجو وبخليها يعني بيستخرجها قبل ما انها تطلع الى الجو بنسميها to reduce emissions. خلينا نحكي الايميشنز الايميشن برودكتس. فهون هذا اسمه ستاك هي اللي هو 4 اكزوست ساك اللي بيطلع منه الاكزوست جاسز. لكن الفحم كمان له بعض ادفانتجز ولذلك هو لسه مستعمل في من بعض دول العالم لسه بيستعملوا الفحم. ادفانتجز ايزي تو بيرن ات لو تمبرتشرز يعني بقدر احرقه على درجة حرارة منخفضة. easy to distribute
بعدين relatively inexpensive. وممكن وبعدين easy to, simple to mine. يعني استخراجه من المناجم نسبيا سهل. لكن طبعا هلا عماله بقل كثير استخدام الفحم بشكل عام، الاستخدامات وعمالها بتقل، بطل منافس زي ما كان اول. تمام، في اسئله على الكول. اذا هذا هون اول واحد من مصادر هذا اللي هو الكول. خليني احط هون الرقم واحد عشان نعرف انه هذا الريسورس الاول. هذا اول واحد من هاي الريسورسز. تمام، في اسئله يا شباب؟ خلينا اخزن هاي، اخزن الدوكيمنت. طب نخزنها تمام. في حد عنده أسئلة؟ أويل؟ إذن هذا مصدر ثاني. إيش أحد الأدفانتجز الرئيسية للزيت الفيول أويل على الكول؟ ذكرنا إشي بتعلق فيه قبل شوي، مين بعرف؟ خفف من موضوع الكومبستشن تبعه والإميشنز. الكومبستشن تبعه أخف، الضرر تبعه للبيئة أخف. تمام، إيش الإشي الثاني بالنسبة للكول؟ بجدد الافشنسي او اللي نحكي ال الانرجي دنسيتي اعلى، الانرجي دنسيتي اعلى. اذا هون فيول اويل دكتور نفس الانرجي كاباسيتي وبتختلف. هو بيستعملوها دنسيتي، بيستعملوها دنسيتي. هلا ممكن يعني ممكن تستعمل تعبير يمكن في لها اسماء مختلفه، بس هي هون بشكل عام الدنسيتي، انه لو بدي انقل انا كيلوغرام من هاي الماده كم جول بقدر اجيب لكل، بقدر احصل على كم جول من الطاقه بقدر احصل لكل كيلوغرام من هاي الماده. فهاي هون الانرجي دنسيتي. اذا هون it has a higher energy density compared to coal. It has less impact on the environment. It has less impact on the environment, but nevertheless, إيش مشكلتها؟ هي بتضلها كمان. It is still non-renewable, and it has a negative impact on the environment and on greenhouse gases. إذا هاي بتضلها مشكلتها. هلا الادفانتج حكينا في عندنا هاي انرجي دنسيتي، نعتبرها it is considered. خلينا نحكي بالادفانتجز. إذا هون advantages it is considered highly reliable. It is considered constant, a constant source. يعني لما بدي fuel بقدر أجيبه بشكل مباشر. Easy to produce and refine. نحكي شوي عن disadvantages. Main disadvantages حكينا اللي هي greenhouse gases. It produces greenhouse gases. It
the combustion or its combustion produces harmful substances. أمثل عليها SO2, CO2. وفي شيء اسمه acid rain. acid rain اللي هو لما بتطلع بعض الغازات وبتختلط في بخار المي وبتكون منها نوع من الحامض. بطل الحمض. الحامض هذا بنزل مع الأمطار وطبعاً بيؤدي لأذى في البيئة. دكتور. نعم تفضل. شو الجرين هاوسز جازز؟ بس تعلي صوتك شوي. الجرين هاوس جازز. ممتاز. الجرين هاوس جازز. مين بقدر يحكي لنا شو الجرين هاوس جازز؟ من وين إجا هذا التعبير من الطلاب زملاء الموجودين؟ اللي هي الغازات الدفيئة بسموها ولا تختلف؟ تمام. شو يعني؟ شو يعني؟ اشرح لنا إيش يعني؟ ليش من وين إجا هذا التعبير؟ اللي بعرفه إن هي بتزيد من حرارة ال بتأثر على نحكي ثقب الأوزون والاحتباس الحراري، فبتساعد على رفع درجة الحرارة بالجو. تمام. أوكي جيد. مزيد تركيزها. نعم تفضل. كل ما زيد تركيزها بالجو بتساعد على رفع درجة الحرارة بشكل سلبي. تمام. أوكي جيد. حد تاني بحب يشارك يساهم إشي يحكي إشي عن جرين هاوس غازز؟ تمام. خليني أجاوب عمار. بالتفصيل أكثر شوي نحكي عنها هون. What are greenhouse gases؟ طيب خلينا نحط هون text box. What are greenhouse gases؟ كلمة greenhouse من وين إجت؟ A greenhouse is a plastic transparent small house that is used to grow vegetables. ايش بنسميهم بالعربي اللي بنزرع مثلا بزرعوا مرات خضروات وبكونوا حاطين حواليها بيوت البلاستيكيه بنسميها بالعربي in Arabic we call them plastic houses. بيوت البلاستيكيه. عارف البيوت البلاستيكية يا عمار؟ دكتور. فاستعملوا نفس التعبير يعني مجازا استعملوا كأنه الكرة الأرضية. So the term green house was borrowed. يعني استعرنا هذا التعبير to explain the effect of the gases that block the heat from leaving the earth. يعني اللي بيصير فكرة الجرين هاوس إنه إحنا أشعة الشمس بتشع بتيجي بتشع على النباتات تستفيد من أشعة الشمس، بس الحرارة هاي ما بترد بتطلع من البيت البلاستيكي، بتضلها موجودة فيه. فالبلاستيك هذا اللي استعملناه في البيت البلاستيكي منع الحرارة إنها ترد تطلع مرة تانية، فاستعملوا هذا كتشبيه للكرة الأرضية، فصار يفكر بالكرة الأرضية كأنه في عليها حواليها غطاء بلاستيكي، بس هذا الغطاء البلاستيكي مش معمول من البلاستيك، من إيش معمول؟ معمول من هاي الغازات، فهاي الغازات اللي خصوصاً منها CO2 تمنع الحرارة أنها ترد تطلع من الأرض مرة تانية، من الكرة الأرضية مرة تانية بسبب زيادة نسبتها، وهاي طبعاً لأنها عم تمنع هاي الحرارة أنها تطلع من الكرة الأرضية عم بيبدأ يصير في الزيادة في الحرارة واللي سميناه الاحتباس الحراري. Gases that prevent heat from leaving the earth have been called greenhouse gases because they act like the plastic sheets. It's of a real greenhouse. Some of these gases are CO2 وأظن كمان الميثان. غاز الميثان من الgreenhouse gases. وحتى كان يحكوا إنه غاز الميثان بنتج. تعرف من وين بيجي غاز الميثان؟ أحد مصادره؟ مين بعرف؟ تحلل الحيوانات. من الحيوانات. تمام. مش بس تحلل الحيوانات، حتى الحيوانات هي بتطلع غازات. إذا الحيوانات طلعت غازات معينة، الغازات هاي ميثان،
هذا بيساهم. ولذلك بقولوا انه اكل اللحوم يعني استهلاك العالم للحوم البقريه مثلا والهذا عماله بيساهم كمان في الاحتباس الحراري، لانه كل هاي الحيوانات اللي عمالهم بربوا هاي الحيوانات، هاي الحيوانات زي الابقار مثلا عمالها لها مساهمه، عمالها بتساهم في الجرين هاوس جاسز. والميثان غاز اشد من السي او 2 كجرين هاوس جاس، يعني اثره في الاحتباس الحراري اكثر من السي او 2. تمام، واضح يا عمار؟ سؤال جيد، كويس. اذا حد مش فاهم شيء اسال، ما تستخف باي سؤال. تاكد دائما انك فاهم، انه في اي شيء حبيت انك تعرف عنه لازم تعرف عنه. تمام دكتور، كمان الغطاء النباتي بيساعد على عزل الغازات الدفيئه. تمام، لانه الغطاء النباتي بيمتص السي او 2 مش هيك؟ بيمتص يعني بالضبط. ولذلك كانوا يسموا الامازون، غابات الامازون كانوا يسموها رئه الارض، لانها كانها رئه للارض، هي اللي بتنظف الهاي يعني وبتسحب هاي السي او 2 حتى كانها بتخلي الارض انها تتنفس. اول هذا طبعا غابات الامازون في عليها خطر شديد، لانه ايش السبب الخطر؟ شو مشاكل غابات الامازون؟ شو عم بيصير فيها؟ مين بيعرف؟ الحرائق اللي عم بتصير، في حرائق. ليش الحرائق هاي بتصير؟ هاي كثير نشاطات البشر مفتعله. مين اللي بيفتعلها؟ كثير من المزارعين في منطقة الأمازون، الناس المحليين بده يزرع، بده يزرع حتى يقدر ياخذ محاصيل ويبيع المحاصيل تبعته. فعماله بيحاولوا عمالهم، حتى الدولة بعض أحيانا بتتدخل بحيث أنها تساعدهم يجرفوا مناطق معينة من الأمازون حتى يستعملوها للزراعة. بس طبعا هذا لما يجرف لما نخسر هاي الأشجار عماله يسحب الـ CO2 من الجو، وبساعد أنه يخفف من كمية الجرين هاوس جاسز اللي موجودة في الجو. والكميات اللي عم تنقص من غابات الأمازون هائلة كل سنة، وهي عليها طبعا خلاف ضخم سياسيا وعالميا، يعني في عليها نقاش.